يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم صن ستايل فاشن والمهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي أبنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم للاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم فضلا لا أمرا ليصلك كل جديد. الفيديو دوت احنا بنتلمس فيه حاجة واحدة بس معينة بنشوفها بتتعمل ازاي. انت شايف انا ماشي معاك في الفيديو من اوله، ده جيب راكب في بلوزة سوفت يعني حرير ناعمة، تمام؟ شايف الجيب عامل ازاي، شايف النظافة بتاعته، شايف الشكل بتاعه، شايف الغطاء عامل ازاي، شايف الجيب ما فيهوش فتلة، تمام؟ الجيب ما فيهوش فيزلين على فكرة، يعني هو اصلا شغله اللي مثبته بالنظافة دي كده، يعني الجيب ما فيهوش حاجة متقلاه او ده او دوت. الغطا بس فيه طبقة فيزلين واحدة ماشي، لكن الجيب زي ما حضراتكم شايفينه كده بالظبط، شايف اصلا النظافة بتاعته، شايف الخيط بتاعه اهو ماشي، ادي البلوزة تمام بشغلها باللياقة بتاعتها ماشي اهو. الجيب التاني طبعا يعني لما يبقى يكون جيبين كمان راكبين في البلوزة غير جيب واحد، يعني الجيبين لازم ان اصلا يكون يعني مفيش الهوا ما بينهم وبين بعض. اللي احنا هنشوفه دلوقتي بقى احنا هنعمل الجيب دوت ازاي. انا كنت وريته لكم في المنتو البيج اللي احنا كنا شغالينه واخر حاجة متصورة، وريتكم الجيب ازاي ان انا اكسره على المكوة باستنبع. لا انا هوريه لكم بطريقة تانية برضو اسهل وبنظافة، يعني هتشوف شكله عامل ازاي. نقف على البنك ونشوفه هنعمله ازاي مع بعض. نسيت اقول لحضراتكم ان الجيب ليه مقاسات. الجيب اللي انا اصلا صورته دلوقتي ليه مقاسات، هو بيبقى العرض بتاعه 13 سنتي والطول بتاعه 14 سنتي و14 سنتي، يبقى الغطاء هيبقى العرض بتاعه كده كام زي الجيب 13 سنتي برضه، الارتفاع بتاعه 5 سنتي وفي سنتي داخل جوه، يعني انا بعمل الغطاء على ايه على 6 سنتي عشان يصفي معايا على 5 سنتي، تمام؟ لو الغطاء هيتخيط من ناحيتين زي ما هنشوف دلوقتي هنشوفه احنا هنعمله ازاي. اول حاجة انا بشوف الخامة اللي معايا، الخامة اللي معايا السوفت دوت، نعرف مع بعض وبالخبرة كده ان الخامة طالما بتمط كده عرض وبتمط كمان طول، اعرف ان الخامة ديت لما تيجي عند البخار المكوى لازم هتكش، لازم هتكش. فيبقى اذا الخامة دي يجب ان هي تتكوي الاول قبل ما اشتغل فيها، لان هي تكش بالبخار ما تكشش بالايه بالميه، يعني لو اتنقعت في الميه من هنا لبكره مش هيجرى لها حاجه، لكن بمجرد ما تتحط تحت مكوه سخنه لازم هتكش. ليه؟ لان ديت فيها نسبه الياف صناعيه عاليه ونسبه البوليستر فيها اصلا 100%، فبالتالي بمجرد ما بتشم السخونيه بتبدا تنكمش على بعضيها. نعرف الكلام ده كويس، طالما الخامه فيها مطاطيه عرض وفيها مطاطيه تاني طول اعرف ان هي هتكش معاك. ودوت خاصة الايام دي العيب دوت ظاهر في القماش، هي مش ميزة، هو العيب ده ظاهر في القماش، ولو انا ما عنديش خبرة في القماش الحاجة هتبوظ مني، لان انا على سبيل المثال لو في عندي مثلا فستان مظبط الطول بتاعه على 150 وسايب له 6 سنتي هتنيها جوه، على فكرة بعد واشتغلت الفستان وخلصته كله وبعد كده جيت كويته هلاقيه ان هو هيصفي معايا المتر هيقل معايا 6 سنتي، يعني لو انا مصفيه على متر ونص هيقل معايا 9 سنتي، لما تيجي صاحبته تلبسه وفردت التانية على الاخر كمان مش هيجيب طولها، تمام؟ فيجب ان احنا نعرف الكلام ده كله. وخامة لسه طالعة جديدة، هي خامة رخيصة لكن ليها شكل حلو، اسمها خام سي واي،
تمام، خامة كده عاملة زي الكوريشة شوية ماشي. الخامة ديت خامة وحشة جدا جدا في المكوى والبخار، نعرف الكلام ده عشان لما نيجي نشتغل فيه نبقى عاملين حسابنا الأول الخامة دي هتعمل معايا إيه، الخامة دي هتعمل معايا إيه. الخامة السي واي أهي ديت، الخامة السي واي أهي، خامة فيها كوريشة عاملة زي ما تكون كوريشة بالظبط. لما تيجي بقى تكوية تبص تلاقي إيه، بدأت الكوريشة دي تخش في بعضيها أكتر فتبدأ تكش. المتر ممكن يخسله على الأقل 7 سنتي، متر ممكن يخسله يعني يكش معايا بتاع 7 سنتي. فأنت متخيل لما تكون مثلا عامل جيبة منه على متر وتيجي بعد ما تتكوي تلاقيها أصلا 93 سنتي. فأنت يجب إن الخامات دي تشايف بقى المطاطية، أدي مطاطية طول أهي، وإيه تاني مطاطية عرض. طالما الخامة فيها مطاطية طول ومطاطية عرض، خدها مني كلمة واحدة، الخامة دي هتكش مع المكوى لكن ما تكشش مع المية بقى. فبمجرد ما المكوى تيجي جنبها هتبص لها راحت عاملة كده تمام. فلازم تتكوي الأول قبل ما اشتغل فيها تمام. فأنا السوفت دوت لازم أكويه الأول قبل ما اشتغل فيه. وممكن ان انت تبقى اصلا عملت الجيب وظبطته مكوى تمام، وتيجي تركبه على الجسم وانت ما ظبطتش الجسم مكوى، هتبص تلاقي الجيب الجسم راح واخد الجيب وضمه، بقى الجيب فيه زياده. اعرف لان الكلام اللي انا بقوله لك دي عيوب ممكن بنعملها وبعد كده ايه تبان لنا، فابدا اديها لك تمام. يبقى انا لازم بكوي الجسم كويس وبكوي الجيب ده كويس قبل ما اركبه، عشان لو الاثنين يبقى يكشوا مع بعض تحت البخار بتاع المكوى. ادي الجيبين دول، ادي ديت اي حته هعمل منها الجيبين ماشي. العرض بتاعها معايا كده دلوقتي عامل معايا 17، والطول هاخد الطول الاول حاجه. اول حاجه هروح تاني الثانيه بتاعتي ديت عشان ايه ابدا اظبط الاطوال مباشره، ابدا اظبط الاطوال مباشره تمام. اهو نقعد مع بعض على المكنة ونشوف. اتني دي اول حاجة اهي، ده ايه الحرف بتاع الجيب نفسه، الجيبين بمعنى صح مش جيب واحد اهو. اتني تانية عريضة 2 سنتي في 2 سنتي اهي كده، وظبطها معايا اهي. نظبط ايه التانية معانا اهي زي ما انتوا شايفينها حضراتكم، زي ما هي كده بالظبط. وبعد كده ايه هقوم بقى على البنك وايه ونظبط الجيب مع بعض بالمرك من غير ايه، من غير استامبه من غير حاجه تمام. ونشوف احنا هنعمله ايه ازاي. ادي الخامه معايا بعد ما ايه ما تنتها، هاجي بقى اروح جاي عايز ايه، انا عايز الطول معايا كام سنتي، 14 سنتي. استخدم بقى المثلث استخدمه كويس. ادي ايه ال 14 سنتي معايا اهي بالظبط بالطول تمام. وهاجي لازم استخدم الزوايا القايمه بتاعتي اهي بالظبط. ادي ايه ال 14 سنتي دول الجيبين مع بعض، دول ايه الجيبين مع بعض اهو تمام كده. طب انا عايز العرض بتاعي كام، 13 سنتي. اول حاجه اظبط العمود بتاعي اللي هنا اهو بنفس الشكل ده كده، ما بسيبش زياده فيه جوه كتير عشان ما تكلكعش وتبقى باينه، وخاصه لو اللون فاتح يعني لو اللون مثلا اصفر كناري اوف وايت ابيض، هتبص تلاقي اي زياده جوه هتبان، اي زياده جوه هتبان. انا كده خدت كام، كده انا خدت الطول معايا اهو واخده كام، 14 سنتي اهو، وخدت طلعت بالعمود. هاخد بقى العرض بتاعي كام، 13 سنتي، 13 سنتي تمام. يعني اظبط بقى ايه بالمثلث، الشغل كله بالمثلث، الشغل كله بالايه بالمثلث معايا. والمرك اللي انا شغال بيه مرك
فاتح. دي على فكرة زي ما قلت لحضراتكم وانتوا عارفين ده صابون، صابونة الوجه اللي هي بتبقى على الحوض لغاية ما ايه بتتبري كده في الاخر، ما برمهاش، باخدها انا استخدمها. ليه؟ لان الكلام دوت مع المكوى ما يبقاش ليه اي اثر، غير لما بشتغل بمرك، المرك يبين ويسيب اثر، لكن ده ما يسيبش اي اثر. فانا دلوقتي عملت ايه، باخد العمود التاني اهو اللي هو عمود ال 13 سنتي بتاع عرض ايه الجيب اهو، تمام، واخد الجيب التاني الناحية التانية اهي كده. انا صممت الايه الجيبين معايا اهو، تمام، ما سيبش زي ما قلت لحضراتكم ايه زيادة جوه كتير، وممكن الزيادة ديت اصفيها كمان بعد ما اركب الجيب نفسه. خلي بالي وانا بركب ان الخامة هتمط معايا طول وعرض، فهنشوف احنا هنشتغل فيها ازاي. ده كده الجيب، انا عايز بقى ايه الغطا بتاعه، هلزق ناحية واحدة بس من الغطا، وهوريكم هنعمل الغطا ازاي على قد ايه، على قد الايه الجيب نفسه بالظبط. هلزق ايه ناحية واحدة بس من الغطا، مش هلزق الناحيتين، تمام. وهنشوفها مع بعض ايه عشان اطلع نفس الغطا اللي حضراتكم ايه شفتوه هناك ده كده بالظبط. الحتة دي هي اللي هطلع منها ايه الغطا بتاعي. طبعا الخامة سادة ما يفرقش معايا طول وعرض فيها، لكن لو خامة مقلمة كروهات او حاجة زي كده لا هتفرق معايا بقى، ماشي. الغطا بشتغله بايه، بطول القماش. الغطا لو في مثلا قلم فبشتغل الغطا بيبقى كده القلم عرض بقى في الوقت ده، يعني كأن الغطا مخطط، لان البلوزة ماشية معايا بالطول فيها قلم طول، لكن الغطا ايه هيبقى ايه بالعرض معايا، تمام. انا هنشوف بقى الغطا دوت هلزق منه نص، وهنشوف هن ايه هنظبطه مع بعض ازاي. ده الغطا بعد لزقته بالفازلين اهو، ماشي، وقسمته اتنين ادي اهي. انا على فكرة ما زبطتش غطا لغاية دلوقتي اصلا، انا بس ايه قصيت حتة تنفع غطا، قصيت حتة ايه تنفع غطا، تمام. ادي اهو الناحية اللي هي ملزوقة بالفازلين دي اهي، وديت ان ايه الظهر بتاع الغطا، الظهر بتاع الغطا حتتين مش ملزوقين اهو. هنقعد على هظبط السيف بتاع الغطا. ايه هو سيف الغطا؟ او الجزء ده اسمه السيف بتاع الغطا، ماشي، ديت ايه ارتفاعات الغطا، لكن ده السيف بتاعه، اظبطه الاول وبعد كده اظبط الجوانب بتاع ايه الغطا ديت مع بعض. ادي الغطا هنشوفه هنعمله ازاي. زي ما قلت لحضراتكم هظبط السيف بتاع الغطا نفسه اللي هو ايه العرض بتاع الغطا، تمام. هثبت دي اهي، اخلي دي عشان المطاطية شايفة عالية فيها ازاي، خليها هي اللي على المشط تحت، خليها هي اللي ايه على المشط تحت اهو. قفلت الجنب ده، الغطا التاني زيه، لازم الاتنين يبقوا ايه زي بعض بالظبط، مش هيبقى فيه فرق الهواء ما بينهم، لان السيمترية بتاعتهم لازم تكون ايه السيمترية بتاعتهم واحدة، تمام. السيمترية بتاعتهم از سيم بتبقى ايه واحدة بالنسبة للكل، مفيش حاجة. هاجي بقى اروح مدي ايه شيمة على الجزء دوت اللي هو مفهوش الفازلين ده اهو، شيمة او عرض. انا بدي الشيمة القماش ده ماشي في نص الدواسة اهي تمام. الشيمة ديت انا بديها بالدواسة العادية، ليها دواسة تانية؟ اه ليها دواسة تانية وهوريها لحضراتكم. ادي اهي الشيمة اهي، كده اهو، كده ده كده هيتني بقى ايه ده كده، يبقى انا كده ظبطت السيف بتاع الايه بتاع الغطا. ابدا اظبطه بالمكوى كده، وايه ونظبط الجوانب بتاعه ايه الغطا مع بعض عشان نشوفه هيتقفل ازاي، عشان نشوف تركيبه على الجسم نفسه ازاي.
ادي الغطا بعد ما ايه ظبطته بس كده بالمكوه، شايف السيف بتاعه بقى عامل ازاي، شايف من جوه الغطا اهو، ادي الغطايين مع بعض بالظبط. هاجي اروح عامل ايه، هحط الغطا بقى على الايه العلام اللي انا علمته بالظبط كده، وهاخده اكمل الجزء اللي هو المخفي في القلم ده اهو كده. الغطا بقى ماشي مع ايه، مع عرض الجيب بالظبط. هسيب بالظبط قيمه ايه، قيمه الزياده اللي انا هحطها معايا ايه جوه، قيمه الزياده اللي انا هسيبها معايا ايه جوه في الغطا، واشيل الزيادات معايا اهي. ادي الغطايين بقى على بعض اهو كده ظهر في ظهر ماشي. اسيب ايه الزياده بس اللي انا ايه اللي المكنه محتاجاها عشان تمشي عليها اهي، تمام كده اهو، وابدا اقفل الغطايين من الجناب بتاعتي عشان ابدا ايه اركب على الجسم نفسه، ونشوف بقى ايه شكل الجيب لما هيطلع معايا ماشي. هنقعد ونقفل الغطايين كده ونشوفهم مع بعض. هبدا اقفل الغطا اهو، ونبدا بقى ايه نشوف الجسم. ادي الغطا، شوف بقى انا هقفل ازاي الحته ديت اللي هي هسيبها متنيه زي ما هي، يعني انا ايه حطيت الشيمه هنا فالخياطه بقت مرميه لورا، هخليها زي ما هي كده، واروح جاي مقفل الغطا زي ما انت شايفه كده بالظبط عشان البوز بتاع الغطا يطلع ما فيهوش الهواء. ادي الحته ديت اهي تاني بعيدها قدام حضراتكم اهي، تبقى ايه لورا كده بالظبط اهو. الغطا دوت المفروض معايا كام؟ عامل 13 سنتي، هو كده بالظبط اهو، من 30 ل 43 ادي ال 13 ايه سنتي معايا تمام. وفي خلوص 2 مللي، ليه؟ عشان لما اقلبه يصفي معايا ايه ال 13 بالظبط. يعني هو بالظبط انا لو قسته من هنا اهو بالظبط عامل معايا كام؟ عامل 13 سنتي و2 مللي. الملي والكلام ده مهم في شغلنا، مش تهريج يعني اهو كده. انا بص بقى انا عملت الغطا ده على وشه كده، هعمله لك على الجنب بتاعي عشان تبقى شايف انا عامل الخياطات ازاي من جوه اهي، وهوريك ان انا ممكن اطلع البوز مباشره بتاع الغطا من غير حتى ما استخدم اي حاجه بالطريقه ديت. بالطريقه ديت الله اكبر الله اكبر ماشي. نشوف الغطيان عشان ايه نصلي العصر ان شاء الله. كده الغطا دوت بص الاثنين، شايف الخياطه دي والخياطه دي ما يفرقوش عن بعض، لو فرق ملي لازم اظبطه تمام. كده الزياده اللي جوه ديت نصفيها سنه، ما نخليهاش الزياده دي كلها اهي موجوده معايا عشان ما تدينيش حيز وتديني ايه تبصيم بالمكوه. تبصيم بالمكوه يعني ايه؟ لما اجي ادوس عليها بالمكوه ما تبقى الزياده دي مش باينه معايا. المكوه لما بتيجي على حاجه، وخاصه المكوه البخار لو مش لابسه قميص، يعني ايه القميص؟ القميص دوت انا وريتها لكم قبل كده، بيحمي الحاجه اللي هي تحت المكوه من التبصيم. يعني ايه التبصيم؟ ان تبقى بصمه المكوه باينه عليها، ملمعاها بمعنى اصح تمام. اهو كده ادي الغطا اهو، ده كده ايه الغطا اهو ماشي، وادي ان الغطا التاني اهو عشان نعلم بقى الصدر ونشوف هنقفل الجيوب ازاي، وهنشوف هنقفل الجيوب ازاي. ولازم الجيبين زي بعض، مفيش فرق بينهم بالمره، مش هقول لك ايه يعني فرق ملي او حاجه، لا ده يجب ان هو ما يبقاش فيه فرق ما بينهم بالمره. ليه؟ لان دي الحاجه اللي هتبقى في الوش قدام اي حد بيشوف البلوزه معاك. ادي الغطيين اهو تمام، هظبطهم وبعد كده ايه هنشوف الصدر ازاي هنقفله مع بعض، على ازاي نركب الجيوب ديت على الصدر بكل نظافه
بكل سهولة بكل احترافية بمعنى أصح. تمام، نشوف ونتكلم مع بعض. ادي الغطا بعد ما ظبطته اهو. تمام، تعالى بقى احطه على الجيب هنا اهو، شايف واخد الخطوط جواه. يعني انا يجب لما هاجي اركب الجيب هركب على نهايه الخط، الخط ما يبقى ظاهر معايا، الخط ده ما يبقى ظاهر معايا، لان لو ظاهر معايا هيبقى الجيب اكبر من الايه، من الغطا. تمام، فانا بتني بخلي الخطوط دي مش باينه معايا. ماشي كده، ده الغطايين متظبطين بالظبط والجيوب اتظبطت. تمام كده، نركنهم على جنب. اجيب بقى ايه، الجسم، الصدرين بتوع الايه، البلوزه اهم قدامي، الشمال واليمين، بعد ما تنيت البنده بتاعتي واظبطها. النزول من فوق هنا هو هيبقى في حدود كام؟ من 22 او من 23 ل 26، حسب ايه؟ حسب الطول بتاع صاحبه البلوزه. فانا واخد طول متوسط بعد خياطة الكتف، واخد ايه، 24 سنتي اهي. تمام ماشي، ال 24 ديت هتصفي معايا كام؟ 23. فزي ما بقول لحضراتكم انا واخد كده كام؟ 24. شوف بقى بالماركة ديت، ماشي، حرية تامة جدا جدا في الشغل، غير لو انا هشتغل بايه، بقلم ماركر او حاجه زي كده، ما ينفعش ان انا اشتغل على وش القماش. لكن دوت لا، اشتغل بيه عادي على وش القماش ومش هيبان حاجه، بمجرد ما ايه، ما ادوس عليه مكوه. بعد كده ادي كده مستخدم اهو المثلث، الزاويه القايمه معايا اهي عشان تبقى باينه قدام حضراتكم، ادي اهي الزاويه القايمه اهي بالظبط على حرف القماش. وهاجي اروح واخد عند نقطة ال 24 اللي أنا عملتها أهي، مثبت المثلث جامد ما بحركوش من مكانه، وأروح قالب عشان آخد إيه، الناحية التانية. ما هي دي حتتين، ده صدرين مش صدر واحد. كده أنا علمت ارتفاع الجيب، لكن بعده من الجنب من البنطة هنا هيبقى قد إيه؟ بعده من البنطة هنا هوت من 8 ل 10 سنتي حسب تخن برضه صاحبه الموديل. فانا هاخده 8 سنتي اللي هي ايه، اربع صوابع زي كده. تمام، 8 سنتي اللي هي دي كده اهي. وهاجي اروح نازل بالايه، بعمود على الخط الاساسي اللي انا عملته اهو كده. كده انا حددت الجيب فين معايا بالظبط اهو كده، واروح مثبت برضه المثلث واخد الناحيه الثانيه. تمام كده، كده انا حددت الجيب فين. يبقى انا لما هاجي اعمل، هاجي اروح مركب الجيب ده كده هنا كده، مثبت بقى بدبابيسي. تمام، وابدا ايه، اخيط الجيب ده. يعني انا هثبت بدبابيس كده كل جيب، هثبته اهو قدام حضراتكم بدبوسين. وابدأ بقى اركب واكسر الجيب على العلامات اللي انا ايه، عاملها عليه دي بالظبط. ادي واحد، ادي التاني. ادي وش الجيب مع وش الايه، البلوزة نفسها. الاهتمام جامد جدا بحاجة زي كده، لان البلوزة اولا حرير، ثانيا القماشة فيها ليكرا. تمام، فمخليش الخياطة معايا تروح وتيجي. كده انا ثبتت ايه، الجيب اهو. هبدا احطه على المكنه ونبدا نشوف هنقفله مع بعض ازاي، ونشوف الجيبين دول هيبقى شكلهم ايه ان شاء الله. نبدا نثبت الجيب معايا اهو. اخلي بالي ان وانا شغال الجيب ما يطلعش مني من هنا. تمام، احافظ على الخطوط اللي انا عاملها. ادي بقى، بص بقى الخط دوت، انا مش عايزه يبان معايا، الخط اللي انا كاسر عليه الايه، الجيب نفسه اللي انا هكسر عليه الجيب نفسه، اللي انا ايه عملته وقلت لحضراتكم واحنا بعلمه، قلت لكم ايه، الخط انا مش عايزه يبان معايا اهو.
بص الجيب انا ماشي فيه ازاي بالراحه وبنظافه اهو تمام. هاتني ما خليش زياده الجيب تبص من تحت ايه الخياطه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هاتني كده بص معايا اهو كده، ولما اجي اتني على الحرف دوت كده ما خليش بقى ايه في زياده تروح طالعه مني من هنا كده، لا لازم تبقى ايه تبقى جوه مش باينه معايا، حتى لو هعملها بسن ايه الفكاكه كده ما يبانش معايا ايه حرف من القماش بره تمام. اهو هبدا انا كده ايه بقفل الجيب على الخط اللي انا عامله بالظبط، ما خليش بقى ايه هنا هتبدا في مطه كبيره، لو همط همط الاثنين مع بعض، مفيش حاجه اسمها ايه دوت لو مط الجيب هيروح لامم ايه هيروح لامم البلوزه معايا، لكن لو الاثنين بمشيهم مع بعض ماشي ستيب يعني خطوه بخطوه خطوه بخطوه اهو قدام حضراتكم اهو مفيش حاجه تمط عن حاجه. وغير كده كمان الجيب من فوق هنا هو 13 ما يجيليش من تحت 13 و2 مللي مثلا تمام. يبقى انا لازم اما ان انا شغال بالمثلث او شغال بالمزوره على اساس ايه مفيش حاجه. ادي الجيب من فوق كام اهو تمام، ادي 13 من تحت هنا ما يجيبليش اي زياده ما يجيبليش ايه اي زياده اهو، يعني هنا فاتح مني الجيب سنه من تحت، لا يبقى اخلي بالي ان الجيب ما يجيبش معايا ايه زياده من تحت تمام. اهو كده اهي لو في زياده انا لميتها كده ايه من تحت، ما خليش زي ما قلت لحضراتكم قماش يبقى باصص من تحت. ايه القماش اللي باصص ده؟ هو ده بقى اللي انا اقصده، يخش جوه ما يبقاش باين معايا في وش الجيب خالص تمام. اهو كده شايف معايا الجيب اهو بيقفل ما يجيش هنا اهوت يطلع لي فوق ولا يقل برضو ايه تحت اهو. اشوف بقى ايه اجيب معايا ايه الغطا، هل يا ترى كده مقفل اهو الغطا اهو بسم الله ما شاء الله زي ده زي ده بالظبط. كده الجيب اهو ماشي من غير ماكو من غير اي حاجه. هاجي بقى الغطا اهو هاجي اروح مركب بقى الغطا، الغطا ليه وش وظهر، ادي وشه اهو وادي ظهره، هاجي اروح حاطه كده ما يعديش حدود الجيب، يعني ايه ولا يخش جوه ولا يطلع لبره اهو. الزياده ديت بتاعت الغطا مش عايزها ايه تبقى موجوده كتير فبعرشها، يعني ايه بعرشها؟ بشيل ايه الزياده دي اهي ملهاش لازمه كده. وبعد كده اروح ايه جاي قالب الجيب الغطا على الجيب اهو واديله عرض من هنا مظبوط جدا، اديله ايه عرض من هنا مظبوط جدا كده. ادي جيب اتركب كاملا ولسه ما اتكواش اي حاجه بس باين الشكل قدام حضراتكم اهو تمام. الزياده جوه الجيب ديت على فكره ممكن اروح قالب كده والزياده ديت اروح عامل فيها ايه شايلها خلاص، هي كده دلوقتي ما بقاش ليها لازمه، بس اخلي بالي وانا بقص ما اقصش ايه حاجه من الجسم، يعني يبقى القص متركز على الايه على الجيب بس، يعني ممكن تغلط وتدوس اه خلي بالك
دي ايه الزياده اللي جوه الجيب اهو، بعرشها كمان ملهاش ايه لازمه معايا، تبقى معبعبه جوه الجيب اهو. ده نظفت الشوب، ده الفينش ماشي، الحاجه اللي انت تلاقيها فعلا ما فيهاش ايه، ما فيهاش الهوا زي ما بيتقال. خلي بالي اللي انا بقول لك عليه، ان انا ممكن اروح قاصص الجسم معايا، تمام؟ انا بقص ايه زياده الجيب فقط لا غير. ادي كده الجيب انا صفيت ايه الزيادات بتاعته، تمام كده، ادي الجيب اهو. طب هل يا ترى ممكن نشوف الجيب التاني مع بعض؟ يبقى احنا كده ايه يعني ايه، يبقى المساله اتشافت مرتين، ادي الجيب التاني. ليه انا بوريكوا التاني؟ لان التاني كنا بادئين من هنا، ده هنبتدي من جوه هنا، نبتدي ايه من جوه من عند الباط نفسه، لكن هناك ابتدينا من اول البندا اهو. شوف انا وانا بركبه ما بجريش بالمكنه انا ايه، لان دي حاجه زي ما قلت لحضراتكم يجب ان هي ايه امشي فيها بالراحه كده، عشان دي اللي هي الظبطه الاساسيه للبلوزه معايا اهي، تمام. الخط اللي تحت اهو منساش، ان انا زي ما قلت مش عايز حاجه تبقى بصالي من تحت هنا اهو اهي. القصد الجزئيه اللي انا بقول مش عايز حاجه تبقى بصالي، يعني لما اجي هنا ما يبقاش في حاجه طالعه لي من هنا من الاركان دي، يعني هنا فين فين القماش اللي متني؟ القماش اللي متني جوه مش باين خالص. الجيب اهو مظبط، اشوف الحدود بتاعتي فوق 13 تحت 13، يبقى الجيب التاني هو اللي كان فاتح معايا ايه سنه من تحت وانا لميته، لكن ده مظبوط مظبوط. زي ما قلت لحضراتكم الخط الابيض دوت مش هيبقى باين معايا، هيبقى ايه جوه الايه القماش، مفيش حاجه بصالي من تحت. شوف انا بركز على ايه، كده اخر جنب في الجيب اهو، ما يطلعش بره الخط ايه اللي انا رسمه، وزي ما قلت الخط الابيض مش باين معايا اهو. كده الجيب اهو تمام. لو عايز تشيل الزياده من دلوقتي قبل تركيب الغطا عشان ما تربكش نفسك ماشي، اهي الزياده اهي. شوف انا بعمل ايه، كاني قلبت الجيب خالص وابدا اصفي الزياده ديت معايا اهي، ماسك طرف واحده عشان ما اخشش غلط واخش اخد ايه حاجة من الجسم نفسه، سواء الجسم بتاع البلوزة أو جسم الجيب نفسه. أنا بصفي إيه؟ بصفي الزيادة اللي جوه الجيب نفسها. أهي. الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم دوت، الكلام ده مهم. الكلام دوت مش هتلاقي حد أصلا يمشي معاك خطوة خطوة كده وسنة سنة يبين لك الشغل أصلا كل نقطة بتتعمل فيه إزاي. زي ما احنا ايه بنعمل كده. ليه؟ لان احنا اصلا بنعمل الحاجه دي ابتغاء وجه الله عز وجل، تمام؟ فبالتالي بديك الحاجه اللي انا عايزك تعملها احسن مني انا. ادي الجيب اهو، واجي اروح جاي ايه مركب الغطاء اهو فوقيه، تمام تمام اهو ماشي. ده ظهر الغطاء ظبطه طبعا، ايه الغطايين متظبطين ايه اطوالهم زي بعض بالظبط. هاجي اركب ايه الغطا اهو اول وتاني، ادي الاول بتاعه. لو ما انا ما قلتش في الغطا التاني كده، ادي الاول بتاع الغطا معايا اهو.
صفي الزيادة اللي هي موجودة جوه، وبرده وانا شغال انا باخد من ايه؟ من الغطا بس، ماشي، احافظ على الجسم بتاع البلوزة معايا. ادي الاول بتاع الغطا اتعمل، ادي التاني بتاعه اللي هو التاني ايه بقى؟ السنت، العرض اللي هياخده. ايه في العرض؟ اللي اقصده عرض الدواسة دي، هو اللي هيركب كده، تمام، وابدأ ايه اعمل. وزي ما قلت لحضراتكم، هو في دواسة اسمها دواسة شيما وعرض موجودة، هوريها لكم وهنوريها طريقة شغلها ايه ازاي، بس ايه تبقى ايه حاجة كبيرة، يعني حاجة اصلا ايه جنب بالكامل هنشتغل فيه. عشان نقول كده الجيب اهو التاني اتعمل، نظبط الكلام دوت بقى معكم ونشوف شكله النهائي، على اساس نبقى ايه شفناه مع بعض من الالف للي، من اول هو حتة قماشة مصمطة خالص ملهاش اي معالم لغاية ما انت شفتها دلوقتي. ادي الجيب حضراتكم بعد ما خلص واتكوى، نظفته، شكله، الشياكة بتاعته اهو، تمام. ادي واحد، ادي التاني. فتخيل بقى، وتخيل حضرتك ان الخامة زي كده طرية وراكب فيها جيب بغطا بنفس الشكل، شايف النظافة بتاعته اهو. فين بقى الخطوط اللي هي كانت معمولة بالصابون دوت؟ ملهاش اثر خالص. ليه؟ بمجرد ما المكوى بتيجي عليه انتهى خالص. فدي النصيحة اللي احنا نشتغل بيها، ننسى المارك دوت الا في الغوامق فقط لا غير، لكن دي هي الاساس اللي احنا بنشتغل بيها، تمام. لدرجة ان احنا ممكن نجيب صابون جديد ونقطعه بالسكين ونسيبه ينشف ونشتغل بيه، تمام. كده الغطيين، الجيبين بالغطيين في البلوزة دي اهي قدام حضراتكم، شايفينهم مع بعض. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعاء بظهر الغيب. لكل حد استفاد مننا ايه كلمة على الاقل ليها نصيب عند ايه؟ عند حضراتكم، تمام. ده اللي احنا بنطلبه. وفضلا لامرا الاعجاب بالفيديو، الناس اللي بتتفرج يعني اصلا بيبقى الفيديو عليه نسبة مشاهدات كبيرة، وتيجي اصلا توصل الاعجابات بتاعته مفيش، تمام. مش الكلام ده ما يزعلش، يعني يجب ان احنا اصلا نبقى ايه حريصين على بعض ان احنا نوصل الكلام دوت لاي حد. مش عاجبك الفيديو دوس ديسلايك، تمام. ابقى عارف الكلام اللي احنا بنقوله دوت ملوش لازمه، وما نتعبش ايه نفسنا. بس حتى لو كده لا، برضو احنا هنتعب نفسنا، لان احنا المبدا الاساسي ماشي ان النيه فيها معقوده لله عز وجل، النيه فيها معقوده لله عز وجل. فبالتالي مفيش حاجه تقدر ايه توقفك عن جانب طاعه لله عز وجل، تمام. لا تنسونا من صالح الدعاء، لا تنسونا من الدعاء بظهر الغيب، ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنا الهم ويكشف عنا الكرب، وخاصه في هذه الايام، ماشي. فنحن ننتظر شيء معين، نطلب منكم الدعاء عليه، تمام. نلتمس من حضراتكم الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج عننا الهم اللي احنا موجودين فيه. فدوت بنطلبه من حضراتكم خاصة، ان ربنا يعني بنطلب منكم الدعاء دوت بظاهر الغيب، نرجو منكم ذلك. واخر حاجة هنقولها لحضراتكم، الدال على الخير كفاعله، المبدأ الاساسي اللي احنا بنينا عليه القناة بتاعتنا وبتاعتكم. ولا تنسونا من صالح دعائكم بظاهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.